السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أساتذتنا الأفاضل، إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ كله كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض أول محاضرة لينا في برنامج إدارة المشروعات الاحترافية PMP Project Management Professional. تعرفنا على بعض يوم الاثنين الماضي وعملنا محاضرة تعريفية يوم الخميس، ففي إيجاز شديد للزملاء اللي أول مرة يشرفونا النهاردة. احنا جينا اتقابلنا مع بعض يوم الاثنين الماضي، عملنا محاضرة تعريفية لكل الناس، شرحنا فيها يعني ايه PMP، الهدف من ادارة المشروعات الاحترافية، ايه هي الشهادة الخاصة بالPMP، وايه يعني قوتها في مجال سوق العمل، وازاي بتأهل الحاصلين على الشهادة او يعني الاجتياز يعني فرص، ويعني اخذ بعض المناصب القيادية. وكلمنا بعد كده على امتحان PMP، اتكلمنا على PMP اكزام والشروط بتاعت الامتحان نفسها، وكلمنا ايه المواصفات او ايه الاشتراطات بتاعت PMI، معهد اداره المشروعات الامريكي، عشان ادخل الامتحان. جينا بعد كده المحاضره الاولى وخدنا يعني الاسئله والاجوبه اللي خاصه بالزملاء المهتمين. المحاضره بالكامل مسجله ومرفوعه على اليوتيوب، فاللي حابب يرجع لها يعني هنبعت لحضراتكم اللينك على اليوتيوب. جينا المحاضرة الخميس الماضي كانت برضو محاضرة تعريفية، كلمنا على موقع ويندسور يونيفرسيتي، المنصة التعليمية اللي خاصة بجامعة ويندسور يونيفرسيتي، وقلنا ازاي اعمل اكاونت اشتراك يوزر نيم وباسورد على موقع الجامعة، وقلنا ايه الخدمات والامكانيات اللي موقع الجامعة بيقدمها للطلبة، وقلنا ان الكورس بتاعنا بالكامل هيتم رفع الملفات اللي خاصة بالكورس والفيديوز اللي خاصة بالكورس على المنصة التعليمية ويندسور يونيفرسيتي. فبالفعل رفعنا كافة الماتيريالز اللي خاصة بالكورس بتاعنا، كل المحاضرات هتلاقي حضراتكم لو دخلتوا على المنصة التعليمية هتلاقي عليها كل المحاضرات اللي خاصة بالمنهج بتاعنا. كمان رفعنا عليه الكتب، الكتاب بتاع المنهج بتاعنا باللغة العربية وباللغة الإنجليزية اللي هو البروجكت مانجمنت بودي اوف نوليدج، وكمان رفعنا عليه الفيديوهات اللي خاصة بأول محاضرة لينا الاورينتيشن سيشن، ورفعنا كمان عليه تيست بانك امتحانات واختبارات خاصة بالPMP. فأنا بأكد على ضرورة ان احنا ندخل على الموقع عشان بس نعظم الاستفادة من امكانيات الكورس، وفي نفس الوقت يعني نبتدي نتدرب اول باول على انواع مختلفة من الاسئلة والانماط المختلفة للامتحانات، وده برضو بيزود الثقة عند الطالب، وكمان بيسهل علينا العمليه التعليميه. فانا استاذنكم، انا دخلت على المنصه قبل ما نبدا لقيت 25 طالب دخلوا معانا على المنصه، 25 طالب. احنا الدفعه بتاعتنا تقريبا حوالي 33 او 34 متدرب حتى تاريخه، فاحنا في حوالي 9 طلاب لسه ما عملوش يوزر نيم وباسورد. فاستاذن حضراتكم الناس اللي لسه ما عملوش يوزر نيم وباسورد يدخلوا على الموقع بتاعنا، يعني تقريبا زي ما انتم حضراتكم حوالي 9 طلاب لسه ما عملوش الاشتراك على الموقع. فاستاذن حضراتكم اللي لسه ما عملش اشتراك يدخل على الموقع بتاع ويندسور يونيفرسيتي، وانا بعت لحضراتكم الانرولمنت كي وكمان الخطوات التعريفيه متسجله فيديو، فممكن تتفرجوا عليها. وكمان معانا المهندس احمد بشير الجامعه تكنيكال سبورت، بحيث اللي عنده اي مشكله خاصه بالجامعه أستاذينكم يرجع لي باشمهندس أحمد بشير ويسألوا على التفاصيل. جاهزين نبدأ؟ أنا بس اديت انترفيو سريع كده ومراجعة سريعة اللي احنا عملناه أول محاضرتين عشان نبدأ النهاردة بقى بإذن الله تعالى أول محطة لينا في بروجكت مانجمنت بروفيشنال PMP. حد عنده أي استفسار قبل ما نبدأ؟ حد عنده أي سؤال قبل ما نبدأ؟ الدنيا واضحة؟ حد ما حضرش معانا الاورينتيشن سيشن يوم الاثنين الماضي، او ما حضرش معانا الاورينتيشن سيشن يوم الخميس اللي خاصه بوينسور يونيفرسيتي، حد عنده اي سؤال؟ اتفضل يا باشمهندس محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. انا بس لان سجلت متاخر، سجلت بس النهارده، فدخلت على الجروب الدفعه الثابته ده النهارده بس، فما عرفتش ازاي ممكن ندخل على السايت اللي حضرتك بتقول عليه ونسجل الباسورد وكده، فانا ممكن حضرتك تفرجها تاني على نفس الجروب النهارده، يبقى كتر خيرك. من عينيا حاضر. هو الموضوع بمنتهى البساطه ان حضرتك هتدخل على الموقع الخاص byourtwinsoruniversity.com، فانا هوري حضراتكم الداشبورد. فبمنتهى البساطه حضرتك هتدخل على yourtwinsoruniversity.com، يعني هنقفل ده ونفتح من اول وجديد
يعني اشغل لحضراتكم من اول وجديد الموقع كاني لسه يعني نيو كامر، وطبعا ده لكل الزملاء. فانا هنا بفتح بس هعمل شير، فانا دخلت على your.windsoruniversity.com. فانا طبعا لو انا لسه نيو كامر هبتدي ادوس على نيو اكاونت وادخل بياناتي الشخصيه، وبعد ما بدخل بياناتي الشخصيه بدخل الايميل وبيعمل معايا فيريفيكيشن عشان يتاكد ان انا صاحب الايميل، كان بالظبط حضرتك بتعمل ايميل جديد. وانس اخترت عملت يوزر نيم وباسورد، هتختار الكورس بتاعنا اللي هو بي ام بي الاصدار السادس، هيطلب منك الانرولمنت كي اللي هو المفتاح او الكي اللي خاص بيه الاشتراك. فانا برضو بعته لحضراتكم على الجروب النهارده الصبح، وهتكتب على الواتساب هو ده الانرولمنت كي اللي حضرتك محتاجه. استاذن حضرتك بقى، هو ده يا دكتور مروحه كان، لان انا ما لحقتش، انا دخلت متاخر النهارده، بس انا لحقت افرده تاني بس النهارده على الجروب. ما فيش مشكله. وانا مع حضرتك دلوقتي هبعت اليو ار ال وهبعت الانرولمنت كي، يعني وانا مع حضراتكم دلوقتي تمام. هتلاقيه دلوقتي وصل عند حضرتك على الواتساب، فده الانرولمنت كي وده اليو ار ال. تمام. وانس ان احنا خلاص دخلنا لينا يوزر نيم وباسورد، هضطر بقى اعمل لوجن. خلاص انا هدخل على المنصه التعليميه، فانا هعمل لوجن. هتدخل حضرتك اليوزر نيم والباسورد على المنصه التعليميه الخاصه بجامعه وينسر. فاول ما بدخل بلاقي ان خلاص عملت انرولمنت كي على طبعا انا داخل از انستراكتور، بس حضراتكم هتدخل باليوزر نيم والباسورد الخاص بيك، هتلاقي الكورس اللي موجود بتاعنا اللي هو بروجكت مانجمنت بروفيشنال الاصدار السادس. هعمل عليه كليك، هيفتح لي الكورس نفسه على المنصه التعليميه. فهتلاقي اللي انا رفعته على المنصه التعليميه رقم واحد اللينك بتاعنا بتاع زوم ميتنج، ده موجود معانا طول الكورس، يعني هو نفس اللينك مكمل معانا طول الكورس. بعد كده موجود معايا الفيسبوك بيج اللي خاصه بالانستراكتور، اليوتيوب تشانل اللي خاصه بالانستراكتور. بعد كده هتلاقي حضراتكم عندي الاورينتيشن سيشن اللي احنا لسه يعني رافعينها المحاضره اللي فاتت الخاصه بيوم الخميس، والفيديوز اللي خاصه بيها الخاصه بيوم الخميس. بعد كده الماتيريالز نفسها، النهارده خدنا او هناخد باذن الله تعالى يعني شابتر 1 و2 و3، فهتلاقي البي دي اف اللي فيه شابتر 1 و2 و3 موجود على الويب سايت، حضرتك هتكليك عليه وتعمله داونلود، هيفتح معاك الباوربوينت اللي انا بشرحها دلوقتي. نفس القصه المحاضره القادمه باذن الله تعالى هناخد سكوب مانجمنت، المحاضره الثالثه هناخد سكادول مانجمنت، وهكذا. فهتلاقي المحاضرات من اول محاضره النهارده بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم على الفريم ورك لغايه اخر محاضره في المنهج بنفس الترتيب اللي احنا هنشرحه ان شاء الله تعالى مع بعض من خلال الكورس بتاعنا، لغايه اخر محاضره اللي هي هتبقى الانتجريشن مانجمنت. وكمان رافعين الكتب اللي خاصه بالبيم بوك اللي احنا هنحتاجها، سواء الكتاب باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه، سواء يعني التشارتس المختلفه اللي احنا هنحتاجها اثناء الكورس كلها مرفوعه. كمان رافعين التمبلتس النماذج، فاحنا اثناء الكورس هنتكلم على مجموعه من التمبلتس، فاحنا رافعينها كلها على الموقع. هتلاقي كل واحد من دول عباره عن فولدر، حضرتك هتكليك على الفولدر هيفتح الفولدر يوريك داونلود الحاجات اللي جوه الفولدر. وكمان رافعين الكويستشنز بانك او بنك الاسئله، مثلا عملت كليك على الفورمز او التمبلتس الخاصه بالانيشيشن فتح لي كل التمبلتس اللي احنا رافعينها، وهكذا. لو حضرتك عايز تعمل داونلود لكل حاجه موجوده هتعمل داونلود الفولدر، هتنزل كل الماتيريالز اللي موجوده في الفولدر ده. ورفعنا كمان الكويستشنز بانك اللي هي الاسئله والاجوبه او البنك الاسئله. فرفعنا كمان لحضراتكم خمس يعني بنوك اسئله فيهم ما يقرب من 4000 سؤال، بحيث نقعد نتدرب عليهم اثناء الكورس وبعد الكورس ان شاء الله تعالى. كل محاضره هنعمل ابديت على المنصه التعليميه. فالنهارده على سبيل المثال هتلاقي في نهايه اليوم رفع لحضرتك تيست اختبار على الحاجات البسيطه اللي احنا هنشرحها النهارده، وبعد كده هتلاقيني عامل ابديت ورافع لك الموديل انسرز او الاجابات بتاعه التيست. التيست ده هنتين يعني نجرب نفسينا فيه، ونفس القصه كل محاضره هتلاقي فيه تيست. هتلاقي بعد كده هنعمل لحضراتكم اساينمنت، هنعمل لحضراتكم امتحان، هتلاقي فيه جروب ديسكشنز اللي حابب يعني يشارك معانا هتلاقي فيه هنا في جنرال شات لو حضرتك عايز تعمل جروب ديسكشن. الميزه ان الشات اللي هنا غير الواتساب، ان كل حاجه متسجله على المنصه، يعني حتى لو حضرتك اتمسح عندك الواتساب ونزلته مره ثانيه هتلاقي كل حاجه موجوده على المنصه عندنا، فدي الميزه في الشات اللي موجود هنا عن الشات بتاع الواتساب. برضه هنعمل بنك اسئله واجوبه اللي حابب يعني يشارك معانا فيه. فالمنصه التعليميه او الاي ليرنينج سوليوشن مبنيه على اكتر من يعني تول، فدي هتبقى مفيده لينا ان شاء الله اثناء الكورس. طيب النتيجه ان حضورك للكورس وحضورك ل او استخدامك المنصه ان شاء الله هيطلع لك شهادتين،
شهادة حضور من أكاديمية بيزنس بارك وشهادة حضور من جامعة وينسور يونيفرسيتي. فأنت كأنك طالع شهادتين، شهادة من جامعة أمريكية وينسور يونيفرسيتي في واشنطن دي سي في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة من أكاديمية بيزنس بارك اللي مقرها في مصر في الإسكندرية. فده في نهاية الكورس إن شاء الله تعالى. الأهم بقى من الشهادات الحضور العلم نفسه والخبرات والتجارب اللي احنا نكتسبها مع بعض أثناء الكورس. مين عنده سؤال قبل ما نبدأ؟ أساتذتنا الأفاضل متابعين معنا؟ حد عنده سؤال؟ الدنيا واضحة؟ حد عنده سؤال قبل ما نبدأ؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. باشمهندس محمود اتفضل. اتفضل باشمهندس محمود سامعك. دكتور السلام عليكم، انا اسف بس معلش. لا لا اتفضل اتفضل باشمهندس تحت امرك. بس احنا موجودين في الامارات انا ومعايا الباشمهندس محمود اسماعيل، طبعا احنا قاعدين مع بعض يعني سيشن مع بعض. بس انا كنت بكلم حضرتك على التايمينج، بس هل في امكانيه نعدل حتى يوم الاثنين بس نخليه مثلا على الاقل 6:30؟ يعني لان احنا عندنا هنا السيشن لو هينتهي مثلا عندكم 11 بينتهي عندنا هنا الساعه 1، فهل في امكانيه يوم الاثنين؟ طيب بص، ممكن نعمل فوتنج سريع على الواتساب وناخد قرار على الواتساب. انا شخصيا كانستراكتور ما عنديش مشكله. هو باشمهندس محمود بيقول لي بدل ما نبدا 7 نبدا 6:30 عشان نيبي النص ساعه دي تفرق مع الزملاء، او بدل حتى 6:30 ممكن نبدا الساعه 6. انا كانستراكتور ما عنديش مشكله، بس يعني طبعا يعني هنستاذن الساده الحضور ونعمل فوتنج سريعا على الواتساب يعني بعد المحاضره عشان بعد ما نضيعش وقت. ونشوف الاغلبيه، لو لقينا ان محدش عنده اعتراض والدنيا فارق 6 من 7 الساعه 6 عشان الزملاء في الامارات ما يبقاش عندهم اي يعني مشاكل. لو طيب. في بعض الناس هتعترض على الساعه 6 استاذنكم هنكمل زي ما احنا 7 عشان تمام. انا مع كل المشتركين على الميعاد الساعه 7 عشان برضو الزملاء يبقى ليهم يعني حقيقه، خصوصا ان احنا يعني معانا ناس من كل حته. يعني معانا ناس من معانا ناس من تونس، معانا ناس من الامارات، معانا ناس من مصر، معانا ناس من السعوديه، ناس من قطر. فاحنا حاولنا على قد ما نقدر نختار ميعاد كل للامانه، بس انا اختلاف التايم زون ما بين كل دوله والدوله الاخرى، فممكن تلاقي مثلا 7 في مصر ممكن تلاقي الميعاد 9 مثلا في الامارات، او يعني الوقت يبقى بالنسبه لهم متاخر. بس ده غصب عننا صدقوني. نقول لحضرتك احنا هتلاقي معانا على الجروب ناس من كل حته الحمد لله والشكر لله. فيعني استنى حضراتكم بس هنعمل الكلام ده على الواتساب جروب، ولو لقينا الاغلبيه متفقه على الساعه 6 او ما حدش معترض على الساعه 6 خلاص اوعدك من المحاضره القادمه نبدا الساعه 6 بدل 7 ان شاء الله. شكرا. طيب. شكرا شكرا حبيبي باشمهندس محمود. طيب نبدا مع بعض محاضرتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا مع بعض مع اول محاضره لينا في كورس البي ام بي. نبتدي مع بعض مع الكتاب اللي هو البين بوك. اوريكم شكل الكتاب عشان تبقى انتوا عارفين الريفرنس اللي احنا هنشتغل منه. هو ده الكتاب، ده الكتاب اللي هنمتحن فيه. الكتاب ده اسمه ايه؟ اسمه A Guide to the Project Management Body of Knowledge، مدخل للدليل المعرفي لإدارة المشروعات. طيب الكتاب ده الاختصار بتاعه كلمة بيم بوك، Project Management Body of Knowledge، بيم بوك. والإصدار السادس، هو ده اللي داخل في الامتحان. فطبعا انا عارف ان احنا كلنا ان شاء الله ان شاء الله داخلين الامتحان قبل شهر 12 وكلنا مركزين، فاحنا طبعا الاصدار السادس هو ده اللي داخل معانا في الامتحان. فهو ده الكتاب اللي هنشتغل منه من النهارده لغايه نهايه الكورس. عشان ما تتخضوش، الكتاب حوالي 900 ورقه، بس هو في واقع الامر هو مش 900 ورقه، هو في واقع الامر حوالي 600، يعني في 300 في الاخر يعني زي كده ريفرنس مع المراجعه مع بعض الفورمز مع بيتكلم على الاجايل، يعني هنتكلم على الكلام ده. بس هو كتاب فعلي حوالي 600 ورقه مش 900 عشان ما تتخضوش. بس طيب لو بصينا مع بعض على الفصول بتاعه الكتاب عشان برضه تبقى انتم فاهمين، احنا النهارده هناخد 3 فصول. الثلاث فصول في الكتاب اسمهم الفريم ورك، الفريم ورك او الاطار العام لاداره المشروعات، بروجكت مانجمنت فريم ورك، هو ده اللي احنا هناخده النهارده. طيب الفريم ورك في الكتاب عباره عن 3 فصول. الفصل الاول انترودكشن، انترودكشن او مقدمه، فده اللي احنا هنبدا بيه باذن الله تعالى محاضرتنا النهارده. هنخلص الفصل الاول، طبعا في اجزاء كتير هنتكلم فيها. هنخلص الفصل الاول هندخل على الفصل الثاني اللي اسمه the environment in which project operates، the environment in which projects operate. يعني ايه؟ يعني بيئه العمل اللي المشروعات شغاله فيها. هنتكلم على بيئه العمل اللي بتشتغل فيها المشاريع. بعد كده هندخل على الفصل الثالث في محاضرتنا النهارده اللي هو project، اللي هو the role of project manager، دور مدير المشروع.
هو مدير المشروع دوره ايه؟ مين هو مدير المشروع؟ ايه مواصفات مدير المشروع؟ ايه هي السمات الشخصية؟ ايه هي الجدارات والكفاءات؟ فهنتكلم على الكومبتنسز الخاصة بيه مدير المشروع، هنتكلم على الجوب ديسكريبشن هو مدير المشروع ده بيعمل ايه، هنتكلم على الـ يعني الـ الـ السمات الشخصية، او هنتكلم على المهارات، حاجة مثلا زي البيزنس يعني نوليدج اللي خاصة بمدير المشروع، حاجة زي مثلا الليدرشيب سكيلز او مهارات القيادة اللي خاصة بمدير المشروع. هنتكلم عن ده بالتفصيل النهاردة. في نهاية محاضرة النهاردة بالظبط في الكتاب هنكون مخلصين حوالي 70 ورقة عشان تبقى انتوا عارفين، فانا حجري، ولكن احنا بنشرح وبنتلقى اسئلة وفي نفس الوقت بنجري التلاتة مع بعض. طيب هيبقى لنا ايه؟ الكتاب 13 فصل، الكتاب 13 فصل، النهارده هناخد 3، هيبقى لنا ايه؟ هيبقى لنا 10 فصول في الكتاب. ال10 فصول في الكتاب دول اسمهم ايه؟ اسمهم المناطق المعرفية او knowledge areas، project knowledge areas او ال10 مناطق المعرفية اللي خاصة بالمشروع. فبنشرح المشروع من 10 زوايا مختلفة. الزاوية الاولى اسمها integration management، إدارة تكامل المشروع، ودي هنشرحها في نهاية الكورس. ليه؟ عشان هي دي اللي بتجمع كل حاجة في المشروع. فلو أنت تلاحظ الـ Project Integration Management دي آخر محاضرة هنشرحها، مش تاني محاضرة. يعني لو رجعنا مرة تانية لوينسور يونيفرسيتي اللي احنا لسه كنا عاملين شيرينج عليه، ادي وينسور يونيفرسيتي بتاعنا الجميلة اهو، فأنت تلاقي المحاضرة الأولى بنتكلم في إيه؟ بنتكلم في الفريم ورك اللي احنا هنقوله النهاردة. المحاضرة التانية على طول دخلنا على السكوب. السكوب ده في الكتاب الفصل الخامس، والفريم ورك اول 3 فصول، يبقى انا عندي الفصل الاول والثاني والثالث، وبعد كده هجامب على الخامس. طب فين الرابع؟ الرابع هتلاقيه في الاخر خالص بنشرحه، اللي هو ده بروجكت انتجريشن مانجمنت. طب ليه بنشرحه في الاخر؟ اصل الانتجريشن معناه تكامل، اللي انت بتجمع بقى كل حاجه في المشروع وبتعمل حاجه اسمها الماستر بروجكت مانجمنت بلان، خطه اداره المشروعات المتكامله، وبتفضل بقى بتعمل تنفيذ المشروع بصوره تكامليه. فاحنا عشان نعمل انتجريشن لازم ابقى انا فاهم التسع اليمنتس التانيين اللي هيدخلوا معايا في الانتجريشن، وده اللي احنا هنتكلم عنهم. طب ايه هم التسع اليمنتس؟ برضه هنرجع مره تانية للكتاب، ادي الكتاب الجميل بتاعنا. انا بقول لكم ليه؟ عشان تبقى احنا عارفين بدايه الكورس من اخره. انا دايما بحب كده نشرح الرود ماب او خريطه الطريق بتاعه الكورس. فاحنا هنأجل بس الفصل الرابع ده لنهايه الكورس، وان شاء الله تعالى من المحاضره القادمه باذن الله هنتكلم على الفصل الخامس في الكتاب، Project Scope Management، إدارة نطاق أعمال المشروع. المحاضرة اللي بعديها هنتكلم على Project Schedule Management، إدارة البرنامج الزمني للمشروع. بعد كده هنتكلم على Project Cost Management، إدارة تكلفة المشروع، اللي هو الفصل السابع. بعد كده هنتكلم على Project Quality Management، إدارة جودة المشروع. هنتكلم بعد كده على Project Resource Management، إدارة موارد المشروع. والفصل العاشر Project Communication Management، إدارة اتصالات المشروع. الفصل ده دمه خفيف وسهل، فهنا هندخل معه فصل تاني في نفس اليوم هنشرعه اسمه Project Stakeholder Management، اللي هو الفصل الـ13، عشان الاتنين مرتبطين ببعض والاتنين سهلين مش ياخدوا حتى مننا وقت في الشرح. طيب الفصل الـ11 ده مهم جدا 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 ومحتاج مننا تركيز، اسمه Project Risk Management، اللي هو إدارة مخاطر المشروع، وده محتاج مننا شوية تركيز عليه، مسائل عليه، شوية معلومات مهمة محتاجين نعرفها. وبعد كده في عندي Project Procurement Management، إدارة تعاقدات المشروع. Project Procurement Management، إدارة تعاقدات المشروع. وأخيرا Project Risk Management، Project Stakeholder Management اللي احنا هنشرحه مع الكوميونيكيشن، وبعد كده نشرح في الاخر ايه انتجريشن. طب بص بقى تلاقي في اخر الفصل ال 13 كام بالظبط؟ 535 ورقه. عشان كده بقول لك الكتاب بيقول لك احنا 976، بس هو في واقع الامر هو 535 مش 900. طب ايه الزياده؟ في عندي شويه ريفرنسز، شويه مراجع بيتكلم عنها، وفي عندي بعد كده شويه مراجعات هيتكلم عنها، يعني ده كلها مراجعه، دي كلها بيراجع المنهج. وعندي في الاخر حاجه مهمه قوي اسمها الاجايل بروجكت مانجمنت، او الاداره الرشيقه للمشروعات، ودي احنا هنشرحها مع بعض من خلال الكورس بتاعنا في اخر محاضرتين ان شاء الله تعالى، اللي هي دي الاجايل بروجكت مانجمنت. ما تقلقوش الموضوع مش صعب، الموضوع بس محتاج تركيز، محتاج تنظيم وقت، محتاج يعني متابعه باستمرار، بس هو مش صعب. يعني احنا درسنا الكورس ده يعني عايز اقول لكم مئات المرات، فما تقلقوش خالص.
فيعني بس كل انا عايزه ايه الناس تركز معانا، الناس يعني تلتزم في الحضور، تركز معانا، لو في اساينمنت يتعمل، لو في امتحان نعمله، محتاجه التزام، التزام من المحاضر والتزام من الطلبه، محتاجه تعاون منا احنا الاثنين. زي ما احنا قلنا الكورس مسؤوليه مشتركه، مسؤوليه مني كمحاضر اللي انا ادي لحضراتكم كل حاجه عني، وفي نفس الوقت مسؤوليه منك كمتدرب اللي انت تلتزم وتحضر وتذاكر وتحل امتحانات وتتابع، ولو عندك اي سؤال تسال. هو ده المنهج بتاعك. نبدا بقى الحدوته. بسم الله الرحمن الرحيم. مع اول شريحه معانا في الكورس. لا الكورس مش للاي تي يا محمد، مش محمد عمر، الكورس لكل كل الناس، يعني ممكن حد محاسب يحضره، حد مهندس، حد اي تي، حد طبيب، ما لهاش علاقه خالص بالاي تي. احنا بنشرح الكورس. اه دكتور انا قصدت الاجايل، مش جزئيه الاجايل دي. وحتى الاجايل، وحتى الاجايل، الاجايل بروجكت مانجمنت ينفع في مشاريع السوفت وير ديفلوبمنت، في مشاريع الاي تي. وبرده ممكن ينفع في المشاريع العاديه، مش لازم يعني. ممكن مثلا اعمل مشروع استشارات اداريه بنظام الاجايل، ممكن اعمل مثلا مشروع ابني مستشفى بنظام الاجايل، يعني مش لازم يكون مشاريع الاي تي. وده برده اللي احنا هنتكلم عنها. هي الستارتنج بوينت كانت عند الاي تي، يعني الناس اللي ابتدوا فكره الاجايل، اللي ابتدعوا الاجايل كانت فعلا السوفت وير ديفلوبمنت هاوسز، او شركات اللي هي شغاله في مجال السوفت وير. ولكن بعد كده ابتدى بقى يعني تطبيقات الاجايل طلعت بره الاي تي ودخلت في كل حاجه، في المصانع، في التصنيع، دخلت معنا في مقدمي الخدمه الخدمات، ودخلت معنا في البروجكت مانجمنت وهكذا. طيب ممتاز ممتاز بالظبط زي الانترنت اوف ثينجينج، برافو عليك. طيب نكمل مع بعض. طيب نبدا بقى الحدوته من الاول. طبعا طول المشروع، طول الكورس بنعرف مشروع مشروع مشروع، فطبعا البدايه لازم نقول يعني ايه مشروع. ودي تعتبر احلى بدايه لينا. يعني انت كلمه بروجكت مانجمنت هتتكرر معانا، يعني عايز اقول لكم مثلا مئات المرات اثناء الكورس. فطبيعي لازم في البدايه خالص نعرف هو يعني ايه بروجكت مانجمنت، يعني ايه بروجكت. فجه الكتاب قال لك بص بقى، البروجكت هو اي حاجه ليها بدايه وليها نهايه، وعباره عن مجموعه من الانشطه. الانشطه دي ممكن تبقى على التوالي او على التوازي، مش هذه القصه. وبالتالي ان مفيش مشروع شغال طول العمر، اي مشروع في الكون ليه بدايه وليه نهايه. ممكن يبقى مشروع لمده يوم، لمده اسبوع، لمده شهر، لمده 10 سنين، ما عنديش مشكله، ولكن ليه بدايه وليه نهايه. فلو خدنا على سبيل المثال بناء الاهرامات، ممكن نعتبره بروجكت. ليه؟ عشان ليه بدايه وليه نهايه. يا عم ده خد مثلا عشرات السنوات عشان يبنوا الاهرام، ما فيش مشكله، الديوريشن بتاعه نسبيا كبير، نعتبره ميجا بروجكت او بروجكت عملاق، ولكن هو ليه بدايه وليه نهايه. لو قلنا مثلا مشروع العاصمه الاداريه الجديده، لو احنا بنتكلم مثلا على مصر، هو ليه بدايه وليه نهايه، حتى لو خد معانا 10 سنين، حتى لو خد معايا 50 سنه، ولكن ليه نهايه. مفيش بروجكت في العالم كله شغال الى ما لا نهايه. يبقى اول معلومه هنعرفها مع بعض ان اي مشروع في الحياه ليه ستارتنج بوينت وليه اندنج بوينت، ليه نقطه بدايه وليه نقطه نهايه. طيب بعد كده المشروع بيتعمل ليه؟ عشان اطلع مخرج. المخرج ده ممكن يبقى برودكت، ممكن يبقى سيرفيس، ممكن يبقى ريزلت. حلو قوي، نفهم مع بعض يعني ايه برودكت ويعني ايه سيرفيس ويعني ايه ريزلت. يبقى البدايه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بنعرف في الاول خالص يعني ايه كلمه مشروع عشان نعرف نكمل الكورس. فالكورس كله بيتكلم على اداره المشروعات، يبقى لازم في الاول نعرف يعني ايه كلمه مشروع. فتيجي البي ام اي تحط لك شويه كي ووردز كده، شويه كده كلمات داله، تقول لك المشروع حاجه مؤقته، المشروع الهدف منه اطلع منتج او خدمه او ريزلت، المشروع دايما بيطلع يونيك برودكت او يونيك سيرفيس او يونيك ريزلت. طب نمسك كل كلمه نفهمها. بروجكت از تمبرري اند اوفر، كلمه اند اوفر او مسعى، مسعى مؤقت، يعني مجموعه من الانشطه مؤقته، يعني ليها بدايه وليها نهايه. لو انا عايز ابني عماره سكنيه على سبيل المثال، في بدايه اللي انا هشتري قطعه الارض، اللي انا هعمل الرسومات الهندسيه، اللي انا هخلص التراخيص والتصاريح. طب بعد ما عملت كده ابتدي بقى اصمم العماره، ابتدي اتفق بقى مع المقاول او الشركه المنفذه، ابتدي احط البيزمنت، الدور الارضي، الدور الاول، الثاني، الثالث، خلصت العماره، ابتدي بقى كده اشطب العماره، اخليها سوبر لوكس، وبعد كده اسلم العملاء واستلم مستحقاتي الماليه وامضي معاهم العقود، وخلاص انا دوري خلص، العماره خلصت.
وبالتالي البروجكت ليه بدايه وليه نهايه، ممكن ياخد معاك اسبوع، ياخد شهر، ياخد سنه، ياخد 10 سنين، المهم ليه بدايه وليه نهايه. طب الفايده بتاعت المشروع ايه؟ اطلع منتج او خدمه او ريزلت. يعني ايه منتج؟ بمنتهى البساطه يقول لك المنتج هو شيء ملموس، حاجه تانجبل اقدر المسها بايدي. يعني مثلا الكمبيوتر اللي انا بكلم حضراتكم منه ده تانجبل، ليه؟ عشان اقدر المسه بايدي. الكوبايه المايه اللي انا بشربها ده تانجبل، اقدر المسها بايدي. مثلا الموبايل ده تانجبل. اي حاجه تقدر تلمسها بايدك يطلق عليها منتج. يبقى المنتج شيء ملموس. طب العكس بقى، السيرفيس الخدمه هي شيء غير ملموس، انتانجبل. يعني ايه انتانجبل؟ وليكن مثلا خدمات التعليميه، الكورس بتاعنا ده امسكه ازاي بايدي؟ هو مش ممسوك وبالتالي يعتبر سيرفيس. الخدمات العلاجيه سيرفيس، خدمات الطيران سيرفيس، خدمات التنقل ترانسبورتيشن سيرفيس، خدمات المحمول سيرفيس، خدمات الموبايل سيرفيس. يبقى اي حاجه غير ملموسه يطلق عليها سيرفيس، اي حاجه ملموسه يطلق عليها بروجكت، يطلق عليها برودكت. يبقى انا ممكن اعمل بروجكت عشان اطلع منتج ملموس، او ممكن اعمل بروجكت عشان اطلع سيرفيس غير ملموسه. نطبق الكلام ده على الكورس بتاعنا. تصدق ان الكورس بتاعنا ممكن اعتبره بروجكت؟ طب ده ليه؟ الكورس بتاعنا ابتدى امتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي النهارده. الكورس بتاعنا هيخلص امتى؟ ان شاء الله ان شاء الله كمان شهر ونص. يبقى ليه بدايه وليه نهايه. الكورس بتاعنا ليه سكوب اوف ورك، ليه نطاق اعمال. احنا ملتزمين بكتاب البيم بوك عشان هو ده اللي هنمتحن فيه، وبالتالي انا هشرح ال 13 فصل باذن الله اللي موجودين في الكتاب. وبالتالي انا عندي نطاق اعمال، انا مش بديكوا كورس وخلاص. احنا في كورس ديسكريبشن، في كاريكولم، في سيلابس للكورس، في شابترز هتشرح، في اكتيفيتيز هتتعمل. حلو قوي. الكورس بتاعنا ليه توقيتات زمنيه، برنامج زمني، ليه بدايه وليه نهايه وليه كمان مواعيد محدده. احنا لسه كنا بنتكلم يوم الاثنين ويوم الخميس من الساعه 7 للساعه 11 بتوقيت القاهره لو ما تعدلش يعني الميعاد. وبالتالي احنا في بدايه للكورس، في نهايه للكورس، في مواعيد محدده للمحاضرات، ده في برنامج زمني للكورس. الكورس بتاعنا ليه تكاليف، حضراتكم دافعين تكاليف للكورس، المحاضر بياخد اتعاب في الكورس. نتخيل مثلا ان الجامعه هنطلع لها نسبه، الاكاديميه هنطلع لها نسبه، المحاضر هياخد نسبه، وبالتالي ده في تكلفه للكورس. الكورس بتاعنا ليه ريسورسز، ليه شويه موارد. يعني مثلا دكتور عمرو عبد السلام المدير الاكاديمي للاكاديميه، هو كان بيتواصل مع الناس كلها وبيتصل بيهم، وبالتالي ده احنا عندي في ريسورسز، استاف شغال معانا. لسه كنا بنتكلم باشمهندس احمد بشير، هو المنسق الخاص بجامعه وينسور يونيفرسيتي، احنا عندنا هيومن ريسورسز، وبالتالي الكورس بتاعنا فيه ريسورسز، المحاضر، الاستاف، المبيعات، الفريق اللي شغال معانا كاستمر سيرفيس، الفريق اللي شغال معانا على الموقع، الفريق اللي شغال معانا على خدمه العملاء. يبقى انا عندي ريسورسز. الكورس بتاعنا ليه كوميونيكيشنز، اداره اتصالات، احنا بنتواصل من خلال زوم ميتنج، بنبعت لبعض من خلال الواتساب، بنتواصل من خلال جامعه وينسر يونيفرسيتي. وبالتالي تخيل ان الكورس بتاعنا اعتبره بروجكت. واضحه؟ حد مش فاهم؟ على فكره ده اهم ديفينيشن هناخده في الكورس بتاعنا كله، لازم تبقى فاهم يعني ايه بروجكت. اذا كان انت هتفضل 40 ساعه تشرح لي بروجكت مانجمنت، فلازم تبقى فاهم يعني ايه كلمه بروجكت اصلا. يبقى كلمه بروجكت معناها ايه؟ معناها شيء مؤقت، temporary and over، او مسعى مؤقت، يعني ليه بدايه وليه نهايه، عباره عن مجموعه من الانشطه. احنا بنعمل بروجكت ليه؟ عشان اطلع في الاخر منتج او خدمه او ريزلت. طب يعني ايه ريزلت؟ ريزلت يعني نتيجه. يعني ممكن مثلا اخد بروجكت، على سبيل المثال انا عايز احضر رساله الماجستير بتاعتي. تنفع؟ اه تنفع، ما انا عندي في الاخر ريزلت اللي انا حاصل على درجه الماجستير. عايز مثلا استعد لامتحان البي ام بي. ينفع؟ اه ينفع، ما انا عندي في الاخر ريزلت، ابقى بي ام بي هولدر. يعني تخيل مذاكرتك لكورس البي ام بي ممكن اعتبرها بروجكت. تحضيرك لرساله الماجستير او رساله الدكتوراه ممكن اعتبرها بروجكت. ولو احنا طلبه في الجامعه، مذاكرتك وتحضيرك لشهاده البكالوريوس او الليسانس ممكن اعتبرها بروجكت. تخيل ان حياتك كلها مجموعه من البروجكتس واحنا مش واخدين بالنا. احنا بنخلص بروجكت ندخل في بروجكت، بنخلص بروجكت ندخل في بروجكت. واضحه؟ نيجي بقى على الكلمه الثانيه المهمه جدا جدا اللي لازم نبقى عارفينها. هو بيقول لك يونيك برودكت ويونيك سيرفيس. ايه ده؟
يعني معنى كده ان مفيش اتنين بروجكت متشابهين. بيقول لك مفيش اتنين بروجكت على مستوى العالم زي بعض بالظبط. يعني البروجكت ده عامل زي بصمة الصباع. مفيش تو بروجكتس زي بعض بالظبط. ازاي يا عم؟ ما انت بتقول لي ان كورس البي ام بي ده ينفع بروجكت، فعلا ينفع بروجكت، ولسه بتقول لي ان انت درست الكورس ده يجي 100 مره، فعلا درسناه 100 مره. بس ازاي يونيك؟ ارد عليك واقول لك يونيك عشان الكورس ده احنا بندرسه لديفرنت ستودنتس. يعني مثلا الطلبه اللي بيدرسوا معايا النهارده ال 35 طالب غير الطلبه اللي انا كنت بدرس لهم امبارح. انا امبارح كان عندي كورس بي ام بي، والطلبه هتتخرج بكره باذن الله اخر محاضره ليهم باذن الله تعالى. فالكورس بتاعكم غير الكورس بتاعهم. ليه؟ ما هو نفس الماده العلميه، هو فعلا نفس الماده العلميه، ولكن الطلبه نفسها اتغيرت. ممكن مثلا اديت مثال عندهم نسيت اقوله عندكم، او اديت مثال عندكم نسيت اقوله عندهم. ممكن مثلا البرنامج الزمني هم مثلا بياخدوا حد واربع، انتوا بتاخدوا اثنين وخميس، فالبرنامج الزمني في الكورس بتاعنا غير البرنامج الزمني في الكورس بتاعهم. ممكن مثلا التكلفه يكون الكورس بتاعهم وليكن مثلا ب 2000 وانتوا الكورس بتاعكم ب 1500، فاهمينها؟ فانت مش لازم تلاقي، او يعني الطبيعي ان مفيش اتنين بروجكت زي بعض ايدنتيكال، يعني زي بعض بالظبط. لو انت مثلا بتعمل كومباوند، الكومباوند فيه 100 عماره، هتقولي هما شبه بعض، هقول لك ايوه، بس الساكن اللي هيسكن في العماره دي غير الساكن اللي هيسكن في العماره دي. العماره دي الدايمنشنز بتاعها غير الدايمنشنز دي. العماره دي ممكن تبقى توزيعات الشقق من جوه والتشطيبات غير التشطيبات والتوزيعات الغرف في العماره الثانيه. العماره دي ممكن مثلا البرنامج الزمني الانشاء يختلف، يعني اختلافات بسيطه عن البرنامج الزمني الثاني، او التكلفه ممكن واحده مثلا تتكلف مليون، الثانيه مثلا وليكن مثلا 1,050,000. وبالتالي مش هتلاقي اثنين مشروعين ايدنتيكال زي بعض في كل حاجه. هو ده الكونسبت بتاع البي ام اي، واضحه؟ فنرجع بقى ناخد الامثله اللي البي ام اي قالها لنا. طب نرجع بقى الامثله الثانيه، فيقول لك ان المشروع زي مثلا اهرامات الجيزه، زي مثلا قناه السويس، زي مثلا لو انت بتالف كتاب لطالب، تخيل تاليف الكتاب نفسه ممكن اعتبره بروجكت. تخيل لو انا مثلا بعمل سوفت وير ابلكيشن ممكن اعتبره بروجكت. تخيل مثلا لو انا بعمل ديفايس زي مثلا جي بي اس اللي بيتحط في العربيات ده ممكن اعتبره بروجكت. تصميم المنتج نفسه او تصميم الخدمه نفسها ممكن اعتبره برو. ده وجهه نظر مين؟ البي ام اي. يبقى اي مشروع بيبقى ليه اهداف، اي مشروع ليه بدايه ونهايه، اي مشروع ليه نطاق اعمال، اي مشروع احيانا بيبقى ليه تكاليف، اي مشروع احيانا بيبقى ليه موارد ريسورسز، اي مشروع احيانا بيبقى ليه تعاقدات بروكيورمنتس، وهكذا. وده اللي احنا هنتكلم عنه بالتفصيل اثناء الكورس بتاعنا. مين عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال يسأل. أساتذتنا الأفاضل اللي عنده سؤال يسأل. الدنيا واضحة؟ دكتور غلبة، خط الإنتاج هسه في المصنع احنا بنقدر نعتبره انه بروجكت ولا ده اوبريشن؟ هنتكلم عنه بالتفصيل، هنتكلم بالتفصيل بعد البريك إن شاء الله تعالى. هنتكلم على الفرق ما بين البروجكت والأوبريشن، وهنقول امتى اعتبر البروجكت وامتى اعتبر اوبريشن. الاوبريشن فيه ريداندنسي، فيه تكراريه. يعني مثلا حضرتك تقول لي خط انتاج في مصنع، فخط انتاج كل يوم هجيب مواد خام، كل يوم هدور المكن، كل يوم هاساين ريسورسز، كل يوم هطلع منتجات، كل يوم هتعامل مع المخازن والمشتريات. فالحاجات اللي فيها ريداندنسي هنسميها ان شاء الله تعالى بعد البريك اوبريشن. اوبريشن يعني عمليات او تشغيل. الحاجات التمبرري اللي هي بدايه ونهايه، يعني بناء المصنع ده مشروع، تشغيل المصنع ده اوبريشن. تاني، بناء المصنع مشروع، تشغيل المصنع اوبريشن. واضحه؟ وسيله عندك سؤال؟ واضحه. طيب ممتاز، حد عنده سؤال؟ وسيله عندك سؤال؟ متابعه معانا؟ طيب نكمل؟ طيب نكمل مع بعض. امتى بقى اقول المشروع خلص؟ ده كلام منطقي جدا. احنا قلنا لسه بنقول مفيش مشروع شغال طول العمر، المشروع temporary، يعني معنى صح ليه بدايه وليه نهايه. يقول لك المشروع خلص في حاله لو الاوبجيكتيف بتاعته اتحققت، وده كلام منطقي. انا كان عندي مشروع ادرس كورس البي ام بي، الحمد لله درسنا الكورس والناس طالعه مبسوطه وزي الفل، خلاص المشروع خلص. او الاوبجيكتيف استحاله تتحقق. يعني تخيل مثلا انا كنت عايزك ادرس كورس بي ام بي الاصدار السادس على سبيل المثال،
المشروع اتاخر مره 2 3 هوب دخلنا في شهر يناير الاصدار السادس بقى اوبسليت، دخلنا في الاصدار السابع فساعتها خلاص الاصدار السادس ملوش معنى ان انا ادي كورس الاصدار السادس بما ان الاصدار السابع نزل، فطبيعي جدا ان انا هدي كورس على الاصدار السابع. فاحيانا ان الاوبجكتيفز ما نقدرش نحققها لاي سبب، حصل تاخيرات في المشروع، الفكره نفسها او البروجكت بقى اوبسليت، او الفلوس خلصت مش عارفين نخلص المشروع عشان الفلوس خلصت، او جينا في النص العميل قال لك انا مش عايز المشروع ده، وقف يا عم الكلام ده انا مش عايزه، او اي سبب قانوني قال لك وقف البروجكت ده. ففي اسباب كتيره بتخلينا نوقف المشروع. تاني، في اسباب كتيره بتخلينا نوقف المشروع. مفيش مشروع بيكمل طول العمر، طبيعي بيبقى ليه بدايه ونهايه زي ما شرحنا الكلام ده تفصيليا. فامتى المشروع يقف؟ لو البروجكت اتحقق، لو الاوبجكتيف اتحققت، الاهداف بتاع المشروع اتحققت، او لو الاهداف استحاله تتحقق، او لو الفلوس خلصت، او زي ما قلنا لو مش محتاج البروجكت ده وهكذا. فده بمنتهى البساطه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دنيا ايه الاخبار، عامله ايه، منوره؟ طيب ممتاز، حد عنده سؤال؟ بعد اذنك يا دكتور، بالنسبه للنقطه بتاعت funding is exhausted، طيب انا ممكن يبقى عندي التزام معين ان انا اسلم منتج معين واتفقت مع عميل مثلا على ان انا هعمله بروجكت بفيكسد كوست، كويس، الفلوس خلصت بس انا عندي التزام ان انا لازم اخلص من المشروع، انا ممكن اكمل بخساره وبالتالي الفلوس خلصت بس المشروع ما يعتبرش انتهى. ممتاز، بس احنا نرجع مره تانية. في الاخر حضرتك بروجكت مانجر، حضرتك بتنفذ المشروع وفي الاخر بتنفذه يا اما بفلوس الشركه يا اما بفلوس العميل. فجات الشركه قالت لك انا ما عنديش موازنه للمشروع ده، او جات العميل قال لك انا مش عايز اكمل، وانت دلوقتي في نص المشروع، يعني انا مكمل مع حضرتك للنهايه، انت في نص المشروع بس الاونر نفسه قال لك انا مش عايز المشروع ده، او لاي سبب حصل مشكله، ما حصل كورونا فيروس، حصل اي حاجه، عملنا بيه البروجكت علقناه، او عملنا كانسليشن ترمينيشن وقفناه، وبتحصل كتير على فكره. يعني اديك مثلا مثال، ولسه مثال حي من اسبوعين حصل الانفجار بتاع مرفق بيروت، يعني طبعا يعني ربنا يكون في عون حبايبنا اللي هناك واخواتنا وقرايبنا، بس انا اقصد ممكن تكون انت شغال في بروجكت جه في النص حصل ديزاستر، حصل مشكله، حصل كارثه، حصل اي حاجه خليتك وقفت المشروع غصب عنك، فورس ماجور، او احنا بنسميها قوه قهريه. فقوه قهريه احيانا بتبقى غصب عنك توقف المشروع حتى لو انت في نصه. معايا حضرتك يا باشمهندس؟ تسلم 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 دنيا، شكرا لحضرتك، تسلم. تمام يا دكتور، هايل هايل. طيب يبقى احنا تاني بنعمل مشروع، والمشروع ليه بدايه وليه نهايه، والمشروع بيخلص مفيش مشاريع مكمله على طول. طب السؤال اللي بيطرح نفسه، وانا بعمل مشروع ليه؟ يا اما العميل عايز مشروع فعشان كده بعمل مشروع، يعني زي مثلا العميل عايز اوضب شقه وبالتالي جاي يلي انا كمكتب، يعني مثلا ديكورات وتشطيبات عشان اعمل له شقه، اوضب له الشقه بتاعته، وبالتالي فانا في ريكويست من العميل فانا بعمل مشروع. ممكن مثلا قانونيا في طلب معين فاحنا بنعمل بروجكت ده عشان خاطر مثلا ميت ليجل ايشو، يعني على سبيل المثال وزاره البيئه جت عندنا قالت لك لازم تاخد الايزو 45000 ولازم تطبق معايير الايزو 45000 على المصنع بتاعك، فانت غصبا عنك طبعا الايزو 45000 اللي خاصه بالصحه والسلامه المهنيه او الاوشا، يعني فانا غصبا عني حد يعمل لي يعني الاويرنس للناس وتريننج ويمشي لي في الاجراءات عشان خاطر احصل على شهاده الايزو 45000 مواكبه مع طلبات وزاره البيئه. ممكن تبقى عندك بروجكت، البروجكت ده نتيجه فيه طلب جالك ليجل، بروجكت نتيجه العميل عايز البروجكت ده، بروجكت نتيجه انت عايز تغير البيزنس بتاعك، احمد بهجت قرر فجاه يعمل دريم لاند، فاسمه ايه بنسميه عندنا بروجكت درايف تشينج، وعايز يتشينج البيزنس بتاعه. فلما جه احمد بهجت عشان يعمل تشينج البيزنس بتاعه قرر ايه؟ قرر مثلا يعمل دريم لاند، جرب يعمل دريم تي في، دريم بارك. فانت احيانا ممكن يبقى البروجكت الهدف منه ان انا اتشينج البيزنس اصلا، او احسن منتج، او احسن سيرفيس على سبيل المثال. فده اللي موجود معانا في التو سلايدز. فانت ممكن تعمل بروجكت عشان تغير الاستيتس من شركه من كرنت فيوتشر ستيتس، او تعمل بروجكت مواكبه مع الطلبات الخاصه بالتغيير. طيب هنطلع بريك، وبعد البريك هنكمل ان شاء الله تعالى 10 دقائق بالظبط، وهندخل 10 دقائق وهندخل على نفس الرابط باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.